حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنهم آدم. كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب، والسنة دي معايا واللي جاي ويايا. احتفل النجم تامر حسني وبسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنهم آدم خلال الساعات الماضية، وظهر تامر حسني رفقة الفنانة بسمة بوسيل وهو يحمل ابنه آدم، ويحتفلان بعيد ميلاده وسط حالة من السعادة. ومن ناحية تانية، كان أحيا النجم تامر حسني حفل ضخم في الإسكندرية، وشهد الحفل حضور جماهيري غير مسبوق، وذلك ضمن فعاليات حفل طلاب الثانوية العامة، حيث توافد عشرات الآلاف من محبيه من مختلف الأعمار للاستمتاع بأجواء الحفل الحماسية. ومن المنتظر أن يشارك تامر حسني خلال الفترة المقبلة عرض فيلم ريستارت مع عدد من النجوم، بينهم هنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا ومحمد ثروت. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق. You're happy? Mother, here you go, mother. Mother? One, two, three.